جزء مهم جدا حضراتكم كلكم مستنيين كابتن خليل يعلق على، هنجيب لحضراتكم بعض اللقطات اللي من حقنا ان احنا نزحها، معلش احنا اسفين، ونخلي كابتن خليل يعلق عليها. ايه رايك يا كابتن خليل؟ قديم ولا جديد؟ نجيب لك مثلا واحده قديمه وواحده جديده. يلا. ايه رايك؟ اللي عندنا حقوقهم نقدر نزاحهم يعني. خلينا نبدا بالقديم، نبدا بحاجه، خلينا نشوف مثلا الكابتن خطيب، كابتن بيبو، ونشوف كابتن خليل هيعلق عليها ازاي. اتفضلوا. اول شيء بس خليه يرجع. ارجع شويه يا سمير. نبدا بيه. ده ابو راضي. كابتن حمدي ابو راضي. حمدي ابو راضي. طبعا. الماتش الاهلي والمرسى التونسي. المرسى. ايوه. اوكي. 4-0. 4-0. يلا. تفضل. من اجل مواصله المشوار ابو راضي يلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء، محاوله لتفادي كل الاضرار لا زالت مستمره وقائمه، وابعدت في التوقيت المناسب لتعود. الخطيب يوجه خطابا شديد اللهجه، الاهلي جاء من اجل ان يجلس على القمه ولا مكان اخر غير ذلك. شوف لما وصلت عادت ابعدت، حاولوا لكنهم لم ينجحوا، وبالقدم اليسرى. لا 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 يا محمود. حلوه جدا جدا جدا.